خلي بال حضراتكم، المهندسة إيم الزيني العضو المنتدب لشركة إيجي سيرت نجحت في الحصول على آيزو 17065 الخاص باعتماد مكاتب التفتيش من جهات الاعتماد الدولية في أوروبا عشان تقدر تصدر جوازات مرور لمنتجاتنا الأورجانيك لكل دول الاتحاد الأوروبي. كمان هي الشركة الوحيدة في العالم اللي نجحت في الحصول على اعتماد بريطانيا لشهادتها بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي ولغاية سنة 2025. وبالمناسبة كل شركات الاعتماد والتفتيش في العالم تنتهي قدرتها على منح شهادة الأورجانيك لبريطانيا في نهاية سنة 2022. تخيلوا، يعني هتبقى لوحدها اللي من حقها تمنح شهادة الأورجانيك لأسواق إنجلترا. عليك الشركة المصرية الوحيدة اللي معاها حقية إصدار هذه الشهادات ومعتمدة من الاتحاد الأوروبي. يعني إيه بقى شهادة أورجانيك؟ اشرح لنا كده من البداية بقى، يعني شهادة أورجانيك إجراءاتها إيه؟ رسومها إيه؟ اشرح لنا. عشان انت تاخد الشهادة دي لازم اول حاجة الايزو 17065 اللي هو ايه؟ ده بنسميها شهادة المنتج، ان انت عندك سيستم كامل علشان تقدر ان انت تطلع الشهادات دي من اول الفترة بتاعت الابليكيشن، ان انت بتقدم طلب لان انت بتعمل التفتيش، يتقدم عليه هنا في الشركة هنا وبيشوفوا الكلام ده بتفتيش. طب ازاي هتضمن النزاهة والحيادية بتاعت الشهادة اللي طالعة دي، ان انا مفيش بيني وبين حضرتك علاقة عشان اطلع لك الشهادة؟ فانت هنا لازم، لا ده انا عندي لجنة نزاهة وحيادية، لا ده انا عندي لجنة للتشهيد بتتكون من كذا حد عشان يقدروا انهم يطلعوا الشهادة. اهم حاجة في الأورجانيك ده، يعني كل مدخل زراعي تامم لازم يبقى مسجل ولازم يبقى من مصدر عضوي او مصدر مصرح به. لكن المفهوم الخاطئ عند الفلاح او الناس ليه ما بتجيش تسجل عضوي، يقولك العضوي يعني انت ما بتستخدمش مبيدات. ده مفهوم خاطئ، مفيش حاجة اسمها ان انت ما بتستخدمش مبيدات. فرق شاسع ما بين العضوي وما بين الخالي من متبقيات المبيدات. ده حاجة الاتنين ما بيستخدموش مبيدات مخلقة، لكن العضوي، وده لازم الناس تفهمه كويس قوي، ان انت ليك لستة مخصوصة من المبيدات ومن الاسمدة اللي تقدر ان انت تستخدمهم. العضوي في جزء منه ان انت بتسجل كل معاملة زراعية حضرتك بتعملها لازم تكتبها اليوم بيومه. انا النهارده رويت، انا النهارده حطيت البذره، انا النهارده حطيت التسميد بتاعي، النهارده عملت المكافحه بتاعتي. ولازم لو انت بتكافح او ان انت في تسميد، الحاجات دي بيبقى لها فواتير عشان اتاكد ان هي مظبوطه. البذور او الشتلات لازم تبقى من مصدر عضوي، ده غير مطلوب في الحاجات اللي هي خاليه من المبيدات، خاليه من متبقيات المبيدات. التحليل بتاعك ان هي غير مخلقه وراثيا الشهاده دي. وانا ممكن في مزرعه واحده اعمل مساحه اورجانيك واعمل مساحه خاليه من متبقيات المبيدات؟ ممكن، بس دي انك انت هتحول المزرعه كلها الاورجانيك في خلال 5 سنين. يعني احنا بنقول لك ايه، احنا عشان نساعدك تعال لنا وانت في الاول خالص، الارض لسه بكر، تعال سجل، احنا بنحلل الارض تمام، نديك تخفيض فتره التحول. يبقى انت كده المزرعه بتاعتك بقت عضوي. انا عايز كمزارع او كشركه اشتغل اورجانيك. تمام. اورجانيك يعني سعري 3 اضعاف بالظبط كده. لو الحاجه بجنيه هتبقى ب3 جنيه في السوق العالمي واكتر كمان، صح كده؟ بالظبط. طيب المفروض ابدا مع حضرتك اجراءات التفتيش والاعتماد والحصول على شهاده ان انا ارض اورجانيك او ارض صالحه للزراعات الاورجانيك. تمام. وانا بخطط للمشروع وانا بعمل الري بتاعي بالزبط. يعني في بدايه الارض الصحراويه خالص، في البدايه وهي ارض لسه ارض صحراويه، ده احسن وقت، لان انت في الحاله دي انت بتاخد ان المزرعه بتاعتك دي أرض بكر اتخفض لها فترة التحول ودخلت أورجانيك على طول. إيه التعليمات بقى من حضرتك؟ إن في الوقت أنت خلاص أنا سلمتك الأرض، حضرتك جيتي شفت الأرض بكر تماما ما زرعتش قبل كده وخدنا وتم اعتماد الأرض. بترشديني ليه بقى عشان أبدأ أحافظ؟ بنرشد حضرتك بقى من أول إن إحنا بندي حضرتك بنسميه كتيب عن الزراعة العضوية والمصرح بيه والمفروض تعمل إيه وإيه الحاجات اللي تقدر تستخدمها من مدخلات زراعية. الكلام ده كله بيبقى كتيب صغير بيتسلم مع التسجيل. ممكن تدربونا؟ وممكن يعني ندربكم لو الطلب تدريب للعميل، نقدر ان احنا ندربهم ونفهمهم انهم يعملوا ايه في الزراعه، ايه المطلوب منهم في الفتره. احنا ضمن الشركه عندنا كمان ان احنا عندنا استشاري اجنبي للشركه، والفتره الجايه شغالين على تدريبات للمزارعين والمصدرين على التغييرات اللي حاصله في قانون الزراعه العضويه وايه المطلوب الفتره الجايه من تغييرات عشان يبقوا واخدين بالهم من الحاجه المطلوبه الفتره الجايه. ايه المطلوب بقى؟ يعني هو احنا بنغير حاجه اسمها
equivalent system، ان انت بتبقى compliant يعني انا مطابق بالضبط للقانون الزراعة العضوية زي ما هو، ما عنديش الأوروبي. حاجة الأوروبي ما عنديش حاجة مختلفة عنه بطبقها بطريقة معينة. فدي جزء منهم، ان انت مثلا زي ما احنا بنقول الشتلات والبذور دي جزء اساسي، ان في مثلا المصدر او المزارع بيجيله العميل بتاعه من بره مستورد يقوله ازرع لي البذرة دي عندك اجربها، او ازرع لي دي وانا هشتريها منك. الحاجات دي كلها ملهاش كتيب عندك هنا في مصر، او بنسميها داتابيز، لايه المصدر البذور الاورجانيك المسجلة، لان بره الكتيبات دي بتتغير كل شوية. يعني في بذور اتمنعت بره استخدامها وبقى في حاجات تانية داخلة مكان. طب بتعرفونا بقى كمكتب تفتيش؟ طبعا لازم نعرفكم. ايه اشهر المحاصيل اللي مصر بتصدرها بفكر الاورجانيك والعالم كله عارف ان مصر عندها ميزة تنفسية في هذه المحاصيل؟ احنا اكتر حاجة في مصر بتتصدر الاعشاب، نباتات طبية والعطرية، نباتات طبية والطبية، بعد كده بيبقى الخضار، وبيجي بعد كده عندنا الفاكهة، وفي جزء عندنا للعصير. المركزات؟ المركزات، عصير المركزات. طبعا في اختلاف كل ما بين اعتماد مزرعة واعتماد مصنع. بالظبط كده. الفرق بينهم ايه؟ انا في المزرعه انا بعرف من اول البذره اللي بزرعها، يعني حتى البذره لازم تكون من مصدر منتج اورجانيك. بالظبط كده. هو حضرتك لو اعتمدتي مزرعتي تمام وقلت ان الارض دي 100 فدان والراجل ده زرعها فراوله، يبقى هينتج مثلا 300 طن مثلا من ال 100 فدان، وانا جبت 400 طن. هنزل ببص على المعاملات الزراعيه بتاعته، براجع الورق بتاعه، باخد عينه من المحصول عشان اتاكد ان مفيش حاجه اترشت. تمام طلع حاجته نظيفه ومفيش حاجه اترشت، يبقى ده فعلا الانتاج ده هو طلع له نتيجه بقى ممكن استخدامه كويس للارض، كان عامل دورته الزراعيه مظبوطه فقدر ان هو يديله الكميه دي، واتاكدت ان هو ما رش او ما جابش حاجه من بره حطها على عنده. في الحاله دي هقدر اطلع لك الشهاده بال 400 طن. ولو ثبت ان هو عامل اي مخالفه يقف، انت اللي هتوقفيه بنفسك طبعا. ويتم اختار الاتحاد الاوروبي ان هو بيتحط على الصفحه بتاعه الاتحاد الاوروبي ان هو موقوف، وبيبعت له قرار من لجنه الشهادات ان هو موقوف لمده مثلا سنه، او المزرعه دي اتعمل لها مثلا نزلت من درجه الاورجانيك لدرجه العادي تاني، هتدخل فتره تحول. انت بتتعاملي مع مزرعه مش بلد صح كده؟ المزرعه مش بلد. لا انت بتحط على يعني الصفحه. عارفه انا قصدي ان فكره البطاطس مثلا، فاكره لما كانت دول انذارات ولو كده مصر نفسها اللي تقف عن التصدير لاوروبا في البطاطس؟ لا ما هو احنا بس عشان في الاورجانيك بقى اللي عشان نفرق، احنا الاتحاد الاوروبي مدي المكاتب اللي هي بتاعه التفتيش دي، انت عندك السلطه ان انت توقف، وعندك السلطه مزارع. ان انت تشيل مزارع وشركات وتشيل العلامات وليس وطن كلها. يعني مش بلد كامله توقف. لا 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 مش بلد. تمام انت بتشتغل على مستوى الحاجه، كل نطاق عمل ايجي سيرت داخل مصر؟ لا عندنا احنا واخدين الاعتماد بتاعنا من الاتحاد الاوروبي لخارج مصر كمان، عندنا شركات ومزارع في السودان، وعندنا في تركيا، وعندنا في السعوديه وفي الكويت والامارات والصين. تعتمد شركات تركيه؟ دي بتنافسنا بتعتمد ايه؟ بس المنافس الاساسي لمصر اسبانيا مش تركيا. تركيا معظم شغلها على السوق المحلي بتاعها. انجلترا حضرتك دايما لما بتقولي لي وانت بتشرحي لي دور المكتب بتقولي لي احنا معتمدين الاتحاد الاوروبي وانجلترا. واحنا الشركه المصريه الوحيده المعتمده في انجلترا. ده حقيقي. للدرجه دي انجلترا صعبه؟ انجلترا جت من فتره اللي هو البريكست اللي هي خرجت من الاتحاد الاوروبي، فبقى لها اعتماد لوحدها؟ بقى ليها اعتمادها لوحدها. فاحنا اول مكتب على مستوى العالم، مش على مستوى يعني اوروبا بس، على مستوى العالم، ان احنا واخدين اللي هو الموافقه بتاعت انجلترا لغايه 2025. الشركه الوحيده في العالم؟ الشركه الوحيده في العالم اللي دخلت اول ايكويفالنت لانجلترا. طب ايه الاسواق اللي حضرتك بتفكري تدخلي فيها تاني وتاخدي اعتماداتها عشان شركاتنا تقدر تدخلها الفتره الجايه ان شاء الله؟ احنا شغالين على الاعتماد بتاع امريكا الان او بي، لان هو ليه طلبات يعني كتيره جدا من الناس، وهو سوق حلو جدا. فاحنا ان شاء الله برضو بدل ما نشتغل في شغل مثلا يبقى مع توكيل للان او بي، نشتغل مباشره باخدين اعتماد الان او بي. الرسوم ايجي سيرت قد ايه؟ 25000 جنيه الشركه و100 جنيه للفدان الاورجانيك سنويا. الخدمات اللي انا باخدها عشان ادفع 25000 جنيه سنويا ليجي سيرت هنا، احنا معاك من اول ما بتبتدي لغايه لما بتطلع الشهاده، لغايه معاك في كل شهاده شحنه، احنا بنتابع معاك. ممكن تساعديني في تسويق؟ ما هو ده يعني تعرفيني عملاء بره، ما انا العميل بتاعك وانت اللي بتفتش عليا، فضمنا كل حبايه محصول بتخرج من عندي. ده حقيقي. ممكن تساعديني في ان انا اصدر كمان، تجيبي لي عملاء فاهمين قيمه المكتب؟ احنا ده بنعملها بكذا طريقه،
يعني منها جزء ان احنا لما بيجي لنا طلبات من عملاء برا لمنتجات معينه بنبعت لهم اسامي المصدرين اللي عندنا ونحطهم في ايميل ونقول لهم الكلام ده. في ساعات بيبقى في مستوردين موجودين في مصر ويطلبوا لقاءات، بنعمل لهم اللقاءات هنا في المكتب. لما بنكون برا يعني بنروح نحضر معرض البايوفاخ، ودايما في المعرض ده بيبقى العملاء بيجي لهم ناس، احنا بنقعد نشرح لهم ونوريهم الشهادات ونتكلم معاهم عن الاورجانيك، ولو محتاجين اي مساعده بنساعدهم مش اي مشاكل. نطاق عمل